جديد في هذه التغطية والمتابعة الخاصة التي تأتيكم على الهواء مباشرة للحديث عن العملية الانتخابية بشكل عام، وأيضا عن تفاصيل هذه العملية والمشهد الانتخابي أيضا في اليوم الثاني من أيام الإعادة للانتخابات البرلمانية في المرحلة الأولى واللي بتجري في 14 محافظة. كان الإعادة في الخارج يوم السبت والحد، عفوا الاثنين والثلاث، وفي الداخل يوم الثلاث والأربعة. هنتكلم في هذه الفقرة الحوارية مشاهدينا تحديدا عن دور الإعلام ووسائل الإعلام المختلفة في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وسائل الإعلام العالمية أيضا كيف تبعت الانتخابات البرلمانية اللي بتجري في مصر يعني الانتهاء من الخطوة الأخيرة والاستحقاق الأخير في الخريطة، خريطة المستقبل اللي ارتضاها الشعب المصري بعد 30 يوليو. هنتكلم أيضا عن يعني كون وسائل الإعلام من أهم الأدوات لتعريف المواطنين بواجبهم وبمسؤوليتهم الوطنية، وأيضا تحفيزهم للمشاركة وتمكين هم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية. نناقش كل هذه الأمور المتعلقة بالتغطية الإعلامية ووسائل الإعلام أيضا العالمية في هذا الحوار مع الدكتورة أسماء الجيوشي، أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة. بنرحب بحضرتك دكتورة أسماء. أهلا بحضرتك، صباح الخير على مصر كلها، ويا رب دايما تكون مصر في تقدم وازدهار دائم، بحيث أن فعلا خريطة الطريق هي خريطة المستقبل، وحقيقة مصر تستحق أن يتم لها الاستحقاق الثالث من هذه الخريطة، لأن بالفعل الانتخابات لا تعد فقط أداة لتحقيق أحلام وطموحات الشعب المصري، ولكن أيضا هي تعتبر أداة من أدوات تحقيق كل أمال وتطلعات الأمة العربية باعتبار مصر هي قلب الحضارة في هذه المنطقة. بالتأكيد. اسمح لنا قبل ما نبتدي حوارنا مع حضرتك بشيء من التفصيل نخرج لتقرير نتعرف فيه على أبرز ملامح تغطية وسائل الإعلام العالمية ومتابعتها للعملية الانتخابية في مصر، ثم نعود مشاهدينا لنفتح الحوار بشكل مفصل. تلعب وسائل الإعلام دورا مهما في تغطية الانتخابات، وذلك نظرا للدور الذي تلعبه الأجهزة الإعلامية في ظل الطفرة الإلكترونية التي يشهدها العالم الآن. وقد أكد عدد من الدراسات على تأثير وسائل الإعلام في تغيير الاتجاهات والمواقف والسلوك والتأثير في سير العملية الانتخابية، ولكي يتمكن المواطنون من اتخاذ قرارات صحيحة لحظة الاقتراع. ويلعب الإعلام دورا هاما في توعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية ودور البرلمان وآليات اختيار النواب، فضلا عن إلقاء الضوء على أهمية ودور البرلمان المقبل. كما أن وسائل الإعلام عليها مسؤولية إعلام الناخبين بالإجراءات القانونية وعملية الاقتراع وأماكنها، فضلا عن كيفية الإدلاء بالأصوات والتعريف بالنتائج. خبراء يرون أن الإعلام لم يعد يستطيع حشد أحد الآن في الانتخابات، لأن الساحة في مصر أصبحت تتسع للجميع، ولا يوجد أي تيار ما يوجه للحشد له، وبالتالي فالدائرة تتسع الآن إلى أن يختار الجميع من يمثله دون توجيه من أحد وكيفما يريد. ويشيرون إلى أن وعي الناس أصبح أكبر على قدر كبير من التمييز ومعرفة من يعمل لصالحه ويستقطبه لأغراض شخصية، وبالتالي كلما زاد وعي الناس يقل تأثير الإعلام على الجمهور بالسلب خاصة في السياسة. فدور الإعلام يقل عندما يزيد وعي الجمهور، لا سيما وأن الإعلام يمكن أن يكون له دور في مناقشة وتوعية الجمهور بالقضايا التنموية والمشروعات القومية والخاصة بالتعليم والصحة والخدمات والقضايا الاجتماعية التي لها تأثير كبير على الناس، وبالتالي يكون للإعلام دور قوي وحقيقي في بناء المجتمع. فيما يرى البعض أن الإعلام لم يقم بدوره الكافي والحقيقي في توعية المواطنين بأهمية المشاركة وتوعيتهم بدورهم السياسي ومدى تأثيره على الوضع العام للدولة. إذا
إذن مشاهدينا الكرام، أجهزة الإعلام المختلفة ودورها وتأثيرها في اتجاهات ومواقف جموع الشعب، وأيضا زيادة وعي الجماهير بأهمية المشاركة السياسية وتحديدا فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية اللي نحن بصددها، هي عنوان فقرتنا الحوارية الحالية. وبنجدد الترحيب بالدكتورة أسماء الجيوشي، أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة. أهلا بحيك من جديد دكتورة أسماء. لو اتكلمنا في المجمل وبشكل عام، تقييمك لأداء وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات البرلمانية حتى جولة الإعادة في المرحلة الأولى؟ والله هو المشكلة الأساسية أن وسائل الإعلام العربية بتحاول دائما أن تجعل من نفسها أداة للتوجيه وليس فقط أداة للتنبيه أو التوعية. وعندما يكون هناك بالفعل داخل التقرير، استوقفتني عبارة أنه كلما زاد مستوى أو ارتفع مستوى الوعي كلما قل أهمية أو دور وسائل الإعلام. الفكرة الأساسية هنا أن وسائل الإعلام عندما تخاطب جمهور بلا وعي فإنها تحاول أن تقوم بعملية الترهيب والترغيب، كما رأيناها على أرض الواقع في انتخابات البرلمانية، سواء صحيح. في المرحلة الأولى أو في مرحلة انتخابات العادة. وفي الحالة دي إحنا مش بنتعامل مع معرفة الجمهور أو من خلال عقله، إحنا بنتعامل في هذه المرحلة مع نوع من التفكير اللاشعوري اللي هو بيتعامل مع نفسية المواطن أكثر من بيتعامل مع عقله ومنطقه. وكلما زادت الاستمالات غير المنطقية في محاولة من الضغط العاطفي والنفسي على المواطن بأن صوتك أمانة وأن هناك أهمية كبرى وأن أعتقد لمن تستحق، طب تعالوا نخرج شوية برة فكرة هذه الاستمالات ونذهب إلى المعنى الأكاديمي الحقيقي والعلمي لدور وسائل الإعلام في التوعية. توعية معناها أن تنير الطريق أمامه، لأن تدفعه دفعا لأن يسير في هذا الطريق أو غيره، ولا أن تنفره برضو من العملية السياسية بشكل عام. لما يحصل نوع من عملية الضغط المستمرة وأن هناك عملية تحفيز ودفع، أصبح وسائل الإعلام وخاصة وسائل الإعلام العربية وبعض وسائل الإعلام المصرية وخاصة المرئية أصبحت منبر للهتاف والصراخ. وبعدها أصبح هناك نوع من الإحباط اللامتناهي ونوع من اللامبالاة للمواطن المصري، لأنه أصبح هناك بيجد أن مجموعة كبيرة من الإعلاميين أصبح الموضوع أمامهم بشكل شخصي، وكأن الانتخابات البرلمانية إما أن نجعلها كثافة عددية بلا وعي، يعني أعداد كتير تنزل وبس بدون أي هدف وبدون أي معرفة وبدون أي وعي من أي نوع، وبالتالي هو مش عارف هو نازل يختار مين. قلة التنوير، يعني الفترة اللي كان المفروض الإعلام يستخدمها ويستثمرها بشكل جيد علشان يدي نوع من الإضاءة على برامج كل مرشح، على التوجهات الانتخابية، الطريقة المعرفية الحقيقية للإنارة، علشان يقدر أنه هو يفسر ويوضح الوظيفة الأهمية الإعلام. تفسير، توضيح، تقييم، إعلام، معلومة. لكن لما أفضل أنا طول الوقت بعمل عملية تحفيز ودفع وشحن معنوي للمواطن بدون أن يعلم واستقطاب. وخلي بال حضرتك أن هنا الفكرة بتنبع أن الانتخابات البرلمانية 2015 ملامحها مختلفة، أكيد هي نتاج لثورتين 25 يناير و 30 يونيو. من قامت بهذه الثورتين أكتاف الشباب، ملامح البرلمان الجديد اختفت منه ملامح الشباب، على الرغم من وجود وجوه كتير جديدة جدا لا يعلم عنها المواطن ولا عن تاريخها السياسي. لكن لما يحصل طبقا للإحصائيات والأرقام اللي تم إبرازها من خلال مراصد الانتخابات سواء الإعلامية أو المراصد السياسية، من خلال أن عزوف فئة الشباب عن الإدلاء بأصواتهم في هذه المرحلة، هذا يعني أن يعني شيء أمر من اتنين، إما أن عزوف الشباب جاء نتيجة لعدم وجود معلومات كافية أمامهم للمرشحين، وبالتالي عدم وجود برامج انتخابية حقيقية على أرض الواقع، هناك نوع من الوجوه التي استمرأها الإعلام وبالتالي جعلها الآن وجودها إما بمقابل أو بغير مقابل، ده مش موضوعنا. لكن الموضوع الأساسي أن طالما أن هناك وجوه تفرض نفسها على الساحة الإعلامية من خلال بعض الاستقطابات السياسية، ما لها المشاهد أو هناك وجوه جديدة تدفع بوجودها داخل نوع من أنواع التيارات السياسية التي أيضا لا يريدها الآن المواطن المصري ويريد ثورة حقيقية، فبالتالي هو بيحدث نوع من العزوف، الإحباط واللامبالاة. لكن رد فعل الإعلام غير المدروس اللي وجد دلوقتي أن وسائل الإعلام وكأن الانتخابات تم الإعلان عنها فجأة دون تخطيط مسبق لردود الفعل الإعلامية، ليس هكذا تدار الحملات الانتخابية.
ليس بالنوايا الحسنة، ليس بالهتاف والشجب والتنديد، وليس أيضا يعني في إطار تصفية حسابات إطلاق شخصية ما بين مرشحين. والفكرة هنا أن حتى الفترة اللي تم السماح فيها قبل فترة الصمت الانتخابي بتواجد المرشحين داخل وسائل الإعلام المختلفة سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو حتى من بعض الصفحات الحوارية على مواقع التواصل الاجتماعي، كان الهدف الأساسي فيها ليس التعريف بالبرامج الانتخابية أو بالمرشحين أو بالتيارات السياسية الجديدة أو المختلفة أو المتباينة أو حتى بطرح الرؤى السياسية الجديدة، ولكن كانت الهدف الأساسي من تواجد مثل هذه البرامج أو مثل هذه الرؤى اللي كانت موجودة والطرح الإعلامي اللي كان متواجد في الفترة دي التشهير، الابتزاز، التجريح في الآخر، محاولة الإساءة إلى السمعة، ومحاولة إظهار نوع من الإسقاط والتمثيل إلى أقصى بعد. وبالتالي المواطن بعد ثورتين أنا أعتقد أن مستوى الوعي السياسي على أرض الشارع اختلف بكتير جدا عما يراه الإعلام على شاشاته أو حتى من خلال أقلامه أو من خلال الميكروفونات. طب المسؤول عن المشهد الإعلامي ده فيما يتعلق تحديدا بالقنوات اللي بتنتهج هذه اللغة من الأداء الإعلامي، ايه مين المسؤول عنها؟ مين المسؤول عن الاداء ده الاعلامي؟ عندنا دائما ما يسقط الاعلام فريسه اما لتوجيه سياسي من سلطه حاكمه، وده احنا وجدناه الحمد لله في البرلمان في الانتخابات البرلمانيه الحاليه يحاول ان يقل عن يعني السقطات الاعلاميه عن ما فاته نتيجه تعدد خبرات متزايده ومتتاليه، لان يعني الاعلام الحكومي يعني لم ياتي هذه الانتخابات وليدة لحظة بالنسبة له. طبعا في قصور بشري طبيعي موجود في أي جهة في أي وسيلة إعلامية بالطبيعي، لكن المشكلة عندما يسقط الإعلام فريسة رأس المال هنا تصبح السقطة أكبر. طبعاً. لأن رأس المال لا يعنيه سوى الإعلانات، لا يعنيه سوى زيادة عدد المشاهد بكافة الطرق بقى، إذا كانت منطقية، إذا كانت شريفة، إذا كانت أكاديمية، إذا كانت أخلاقية. إحنا هنا وجدنا العديد من الخروقات الإعلامية في وسائل الإعلام الخاصة، خاصة في فترة ما قبل الانتخابات وفترة الصمت الانتخابي وفي فترة التغطية اللحظية للجان الانتخابية. وجدنا مجموعة هائلة من الانتهاكات اللا حصرية، نوع من التشهير، الابتزاز، حتى إهانة المشاهد نفسه. صح. مسألة العويل والبكاء والتنديد والإحباط والأحكام المسبقة ومصادرة الحريات وانتهاك حقوق الإنسان ونوع من القصف وتدني لغة الحوار أيضا. أنا لا أعتبرها تدني بقدر ما أعتبرها سقطة حقيقية أخلاقية في ميثاق الشرف الإعلامي على كافة المستويات. عندما يهان رأس مال الوسيلة الإعلامية، رأس مالها ليس هو من يدفع لها، رأس مالها هو المواطن. الثروة الحقيقية لأي وسيلة إعلامية محترمة هو المواطن الذي يتابعها، احترام المواطن ليها ومشاهدته ليها. مواثيق الشرف الإعلامية على كافة اختلافاتها سواء كانت المصرية أو العربية أو العالمية لا يمكن أن يتم فيها إهانة المواطن كما حدث داخل التغطية اللحظية لسير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى والآن تحت في جولة الإعادة. ليس هكذا يدار الحوار. طيب اتكلمتي عن نقطة مهمة وهي ميثاق الشرف الإعلامي. أين هو ميثاق الشرف الإعلامي اللي ممكن تطبيقه بحزم وبصرامة على مثل هذه القنوات الإعلامية؟ أولا ميثاق الشرف الإعلامي متواجد، وعندما تقوم أي قناة بعمل عقد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لكي يتم بثها لابد أن توافق على بنود ميثاق الشرف الإعلامي. لكن المشكلة الأساسية هنا أننا لا نواجه الخروقات أو الانتهاكات عن هذا الميثاق بالحبس أو بالغرامات، لا نفعل هذا بل نتركه لسير طويل جدا من الإجراءات. صحيح. وبالتالي عندما يتم مصادرة أي حرية من الحريات هنا نجد الأقلام بدأت تكتب وكأننا نصادر الشرفاء ولا نعاقب المجرمين. المشكلة الأساسية أن احنا لابد أن يتم رفع وعي وأن يتم تفعيل غرامات مالية، لأن هذه القنوات ليست عقوبتها الأساسية أو من ينتهكون ميثاق الشرف الإعلامي داخلها من وجهة نظري على الأقل لا يمكن أن يتم معاقبتهم من خلال عقوبات سالبة للحريات، لأن الفكر لا يمكن أن يعاقب داخل السجون، لكن تعاقب مثل هذه القنوات وبشدة وبحزم من خلال الغرامات المالية العالية، لأننا في هذه الحالة نحن نوجه إليهم ضربات موجعة
لأنهم يسعون إلى مثل هذه الانتهاكات من أجل الكسب من المادي. أجل المزيد. فبالتالي عندما يتم محاربتهم بنفس السلاح سيكون هناك نوع من تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي على أبعد مستوى، لأننا من خلال ميثاق الشرف الإعلامي المصري والعربي نجد أننا في فترة الانتخابات تم اختراق أكثر من بند من هذا الميثاق. أولا اختراق وانتهاك ما يسمى بالأداب العامة والتحريض على الفئات الاجتماعية والتحريض على نبذ الطوائف وعلى الأداب العامة والأخلاقيات، وأيضا من خلال عملية الوئام الاجتماعي عملية الاستقرار النفسي للمواطن. وأيضا تم يعني أنا أعتبر يعني وإن كانت هناك هذه يعني تعتبر مبالغة، إلا أن لو إحنا تابعنا بشدة في الفترة الأخيرة هنلاقي أن ممكن من بعض هذه الانتهاكات اللي حصلت على الشاشات الخاصة يحصل نوع من اهتزاز الوئام الاجتماعي إلى درجة نوع من قلب نظام الحكم داخل هذه الشاشات. ليه؟ أنا لما أجي النهاردة وأعمل عملية تحليل لأن هناك كل الفئات التي تحاول أن تمهد لبرلمان، وبالتالي هي نوع من المناظرة أو الند بالند مع السلطة التنفيذية، أنا بعمل هنا تقليب نوع من الفئات على بعضها البعض. لما حاول أصور للمشاهد أن السلطة التشريعية الجديدة الممثلة في البرلمان تأتي على أكتاف المواطن لكي تكون ندا حاسما يقلب السلطة التنفيذية ويحاول أن يعرقلها ويحاول أن يجعل منها نوع من المسخ المشوه داخل الحياة السياسية، أنا بحاول في الحالة دي أن أنا أعمل نوع من الإحجام للمشاركة السياسية لسبب مهم جدا. بدلا من أن أقوم بعملية التوعية بأن السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان هي أداة لمساعدة السلطة التنفيذية وهي أداة في يد الرئيس السيسي، في الحالة دي أنا بحاول أن أنا أدي نوع من الصورة المشوهة للمواطن. طيب من المواطنين الحريص على بلده؟ وإحنا شفنا نسبة المشاركة كانت واصلة قد إيه عالية، وكان في نوع من التفاهم في الانتخابات الرئاسية، وكان في نوع من الضغط الشعبي، لأن إحنا بنعتبر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مش مجرد رئيس لمصر، إحنا بنعتبره رمز شعبي حقيقي جه من داخل إرادة حقيقية شعبية للمواطن المصري. صحيح. فلما النهاردة أنا أجي أصور في وسائل الإعلام الخاصة على أن برلمان 2015 هو نوع من سلطة تشريعية تحاول أن تقلل من سلطات الرئيس أو تحاول أن تكون ندا يعرقل ما يسمى بالأهداف العليا للوطن، وأن هذه الرموز التي تدخل إلى البرلمان هي إما من الإخوان من الصف الثاني والثالث أو من رموز الحزب الأحزاب الإسلامية أو الدينية أو من الأحزاب الفلول والصفوف الخلايا النائمة بداخلها، أنا أشوه برلمان نحاول في هذه المرحلة أن يكون حقا أداة يسخرها الشعب من أجل رقي وتنمية. أنا أضيع على الشعب المصري فرحته بقناة السويس، لأن أنا في الحالة دي بديله نوع من الهدم الاقتصادي داخل رموز لا تعلم من برامجها الاقتصادية داخل برامجها الانتخابية. لما أعرض برامج انتخابية كل هدفها الوصول إلى السلطة والحماية والحصانة، لما أعرض وجوه سياسية لا تعلم ما معنى الأداة السياسية في المجتمع، لما حاول أن أنا أعمل عملية تأليف فئات على بعضها وطوائف ونوع من الاختلافات السياسية ولغات متدنية، وعندما تبرز وسائل الإعلام ومن بعدها مواقع التواصل الاجتماعي نماذج لا أخلاقية سواء في مستوى الحوار أو في المستوى الأخلاقي من بعض رموز البرلمان الذين سيمثلون الشعب بعد النجاح، يبقى أنا في الحالة دي بصدر للمشاهد فكرة أساسية أن ليس لك أي دور وأن الموضوع محسوم مسبقا، فبالتالي سيتم الرد الفعل الأكيد تجاه المواطن. طيب طالما أن إحنا شايفين أن هم دول من سيمثلونا وأن الموضوع محسوم برأس المال السياسي الحرام، فإنه ليس لي أي دور في هذه العملية الانتخابية. وبالتالي لما يحصل نوع من التهديد والترغيب والوعيد بأن حتى لو لم تصل بصوتك فإنه سيتم شراء أصوات أخرى وبالتالي سيتم تزييف العملية السياسية، هكذا صدرت لنا المشاهد السياسية داخل وسائل الإعلام الخاصة. في كمان نقطة مهمة جدا، إزاي يتم إدارة الحملات الانتخابية بدون أن يتم طرح كافة الرؤى السياسية لكل المرشحين على اختلاف طوائفهم؟ كيف يمكن أن يكون هناك نوع من عدم التوازن في طرح الفكر والفكر الآخر؟
كيف يتم مناقشة الآراء السياسية. إدى رسالة سلبية بتصب زي ما حضرتك قلتي في إشعار المواطن إنه الوجوه اللي يعني مش مرغوب فيها قوي هي دي اللي بتتصدر المشهد الانتخابي، وبالتالي إداله رسالة ضمنية بإنه فعلا الموضوع يعني محسوم مسبقا، وإداله كمان فكرة يعني. أسوأ إن ليس هناك أمل في برقة تغيير. لما يتم سلب إرادة المواطن الحقيقية اللي هو محور العملية الانتخابية، خلي بال حضرتك إن العملية الانتخابية عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع، على رأس كل زاوية منه لابد أن يكون هناك عملية فاعلة. الرأس الأول هي اللجنة العليا للانتخابات، ودي قامت بدورها على أكمل وجه، قضاء، لجان انتخابية، وتأمين من الجيش والشرطة. العملية التنظيمية كانت على أعلى مستوى، دي على رأس حقيقي. المثلث. على الجانب الآخر في المرشح، وعلى الطرف الثالث في الناخب. لما يختفي الناخب من العملية السياسية ويصبح هناك نوع من الضغط النفسي من وسائل الإعلام داخل هذا المثلث على المرشحين لابتزازهم على كافة النطاقات واختيار من يدفع أكثر ليظهر أكثر، يبقى في الحالة دي أنا ما عملتش عملية موضوعية لطرح الرؤى السياسية على المواطن. يبقى هو بالنسبة له عدد المرشحين عملت نوع من الاستقطاب لأكبر فئة ممكنة بتبيع ضميرها على أرض الواقع. طيب دكتورة أسماء، يعني اسمحي لي، على الرغم من يعني اقتناعنا الكامل باللي حضرتك بتقوليه، وانه كان في بالفعل بعض وسائل الاعلام انتهجت نهج غير موضوعي وغير حيادي في التعاطي والتعامل مع العمليه الانتخابيه بكل تفاصيلها بمرشحينها، البعض الاخر بيرى انه المشهد الانتخابي بالوجوه اللي ظاهره فيه هو اللي فرض نفسه بهذا الشكل وبهذا التعاطي. يعني المرشحين او الاسماء البارزه من المرشحين هم بالفعل بيمثلوا، يعني بحسب اراء البعض بيمثلوا يعني وجوه غير محببه لدى عامه الشعب. يعني أكبر كثافة ترشيحية لبرلمان في تاريخ مصر كان 2015، عدد المرشحين كبير جدا وبيمثل تيارات مختلفة، بس دايما المواطن بيسعى وراء من يعرفه، اللي بيظهر أكتر اللي كمان بيظهر في وسائل الإعلام. هو ده بقى الدور الإعلامي في طريقة طرح العملية السياسية. صحيح. وده اللي بيعمل عملية الإنارة والتوعية. يعني ممكن جدا يكون داخل هؤلاء المرشحين من يمتلك رؤية سياسية حقيقية ويمتلك أدوات ومهاراته، ولكن ليس لديهم من يدعمه من خلال المال السياسي، وأيضا ليست لديهم من تدعمه من أجهزة الإعلام. وده الدور اللي إحنا النهاردة بنتكلم فيه. وسائل الإعلام لا تسعى وراء المشاهير في العملية السياسية، وسائل الإعلام الحقيقية العلمية تسعى وراء عرض موضوعي متوازن لكل المرشحين على اختلاف توجهاتهم بقدر كبير من العدل والمساواة السياسي. الثقل السياسي، نحن هنا لا نلعب مباراة لمن هو الأكثر شهرة، نحن هنا نلعب مباراة لصالح المواطن، من هو الأقدر بالوصول للبرلمان. ولكي يصل إلى هذه الجدارة لابد أن يتم فإفراد مساحة إعلامية لكي يتم طرح رؤاه السياسية وبرنامجه الانتخابي بشكل متوازن. لا يمكن أن نصنع نجوم من داخل العملية السياسية إلا من خلال إفراد مساحة حقيقية على مستوى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. هؤلاء الأكثر بروزا في العملية السياسية في الوقت الحالي تم إفراد هذه المساحة لهم مسبقا في سنين ماضية، وبالتالي تم عمل عملية خلفية إعلامية سياسية لهم، وبالتالي هنا لن تصبح العملية متساوية. الجزء الآخر من الوعي السياسي هو كيف يمكن ليس فقط التوجيه أو التركيز على بؤرة اهتمام المواطن بأن له دورا من خلال صوته، لكن أنا بلعب هنا على وعي المواطن من خلال تفكيره، قياس أبعاد العملية الانتخابية، طريقة التفكير الموضوعية ما بين الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، البرنامج الانتخابي الحقيقي. تعالوا نرجع كده مع بعض شوية بالمواطن لذاكرته مع الانتخابات الرئاسية ما بعد إسقاط نظام مبارك. ألم يكن لدى وسائل الإعلام هذا الدور في الوعي السياسي لإفراد برامج المرشحين الرئاسيين، وبالتالي جعل هناك عملية انتخابية حقيقية؟ صحيح. ألم تكن في هذا التوقيت المرحلة أكثر إنارة
وأكثر توعية للمواطن على اختلاف كل من كان مترشح في هذه المنطقة. أنا هنا بقى كمان حابة أن أنا ألفت نظر المواطن إلى أن ليست فقط وسائل الإعلام المركزية هي لها الدور الأكبر في الانتخابات البرلمانية. هنا بقى أنا بتكلم في الإعلام الإقليمي، الإعلام المحلي، الإعلام اللي يقدر أن هو يوصل فعلا لكل دايرة على حدة ويقدر أن هو يبرز مرشحيها. الحاجة الأهم بقى أن ليه أنا على مستوى الإعلام المركزي ما حاولش أن أنا أدي نوع من تبادل الخبرات ما بيني وما بين كل المرشحين على كافة المحافظات، واجعل هناك نسبة أكبر بدل من عملية البروموهات أو استقطاب المرشحين الأكثر بروزا أن أنا أعمل عملية توازن أو مناظرات ليس كما رأيناها ولكن بشكلها المتوازن، بشكلها الموضوع التنويري اللي هو بيجعل نوع من الإبراز للنقاط القوة والضعف، نقاط التي تجعل هناك رؤية مستقبلية على كافة المستويات الاقتصادية الاجتماعية. ليه ما تديش رؤية لكيف أطرح للمواطن رؤية هذا المرشح في تطوير التعليم بالضبط، في المنظومة توجهه الاقتصادية، خطته، ما ينوي أن يقوم به تحت قبة البرلمان، الرؤى الخاصة بالهيكلة، بالتطوير، بالتفعيل، بالاستراتيجية. مش معقول أنا هفضل طول الوقت بخاطب المواطن على إن هو مجرد صوت بيتم وضعه داخل صندوق انتخابي مغلق، لأن الصوت ده مش مجرد هو بيعلم على علامة انتخابية معينة بدون هدف وبدون رؤية وبدون وعي. لا بالعكس، ده هو قبل ما بياخد قرار إن هو يختار حد معين من هؤلاء المرشحين اللي كثير منهم علامات استفهام بالنسبة له، خاصة وإن إحنا بنتكلم مع مواطن مصري 65% أمية قراءة وكتابة، ده بيدور على الرموز، مهزلة سياسية حقيقية لما كل مرشح يسعى إلى التقديم لرمز انتخابي أسهل للمواطن. طبعا احنا بنتكلم في عملية انتخابية. طيب بما ان احنا ذكرنا برضو يعني نسبة الأمية في الشارع المصري، كان في شيء لافت للنظر، يعني مش لافت للنظر في الانتخابات دي تحديدا ولكنه لافت للنظر منذ اول انتخابات او استفتاءات بعد 25 يناير، البطل والنجم في اي مشهد انتخابي لاي انتخابات او استفتاءات دائما بتكون المرأة وايضا كبار السن، وده الحمد لله منسحب ومستمر على هذه الانتخابات. تفسيرك ايه للظاهرة ديت المستمرة والمتواصلة معانا؟ يعني كبار السن لان هم خدوا مراحل انتخابية كتيرة، ولأن أصبح عندهم خلفية سياسية عالية، ولأن لم يعد لديهم الآن التأثير الحماس الشبابي أو عملية الإحباط والنظر للمستقبل. دلوقتي أصبح لديهم دلوقتي عملية تحليل سياسي للواقع من خلال ما مروا به، وبالتالي هم بيحاولوا أن هم يقدموا خبراتهم السياسية على حسب ما بنوها من خبرات السنين، بيسموها التجارب الحياتية، بعيدا بقى عن وسائل الإعلام والخبرة السياسية. المرأة تهتم بالخطاب العاطفي الإعلامي النفسي، وهذا ما ينجح فيه الإعلام العربي دائما، وسائل الترغيب والترهيب والتفكير العاطفي والنفسي بأنها الأهمية، والتأكيد على دور المساهمة والمشاركة، والتأكيد على أن المرأة تظهر في المشهد السياسي عندما تظهر بكثافة عددية دايما. طب اسمح لنا دكتور اسماء، احنا هنرجع للمرأة تحديدا لان دورها مهم وفاعل في كافة الاستحقاقات الانتخابية، بس اسمح لنا نتعرف على يعني اجواء العملية الانتخابية قبل دقائق من فتح باب الاقتراع في اليوم الثاني من جولة الاعادة بالمرحلة الاولى. احنا معانا مراسلنا محمد ابو حمد من قنا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير نرمين، وصباح الخير على ضيفتك الكريمة. وبالفعل استمعت إلى الحديث الذي دار بينكما منذ قليل عن مشاركة المرأة في الانتخابات، المشاركة الإيجابية للمرأة هنا في محافظة قنا وتحديدا في دائرة مركز وبندر قنا. بالفعل كانت نسبة مشاركة السيدات الناخبات في التصويت أمس في الجولة الثانية من المرحلة الأولى كانت ضعف مشاركة نسبة مشاركة الرجال. هذه واحدة من أهم الملاحظات التي رصدناها وسجلناها خلال اليوم، يوم التصويت أمس. بالفعل هذه اللجنة، لجنة معهد قنا الأزهري النموذجي الابتدائي، مخصصة لتصويت السيدات. في الجولة الأولى كانت نسبة مشاركة السيدات في هذه اللجنة تخطت 28%، وكانت من أعلى نسب التصويت على مستوى الدوائر ومحافظات
المحافظات ال14 المشاركة في المرحلة الأولى. أهم الملاحظات الأخرى، وأتمنى أن يتم تجنب هذه الخروقات. كانت هناك خروقات بالفعل تصل إلى الجسيمة من بعض مؤيدي المرشحين الستة المتنافسين على المقاعد الثلاثة المخصصة لدائرة بندر ومركز زاقنة. طوال اليوم كان هناك حشد جماعي للناخبات. هذه اللجنة، لجنة معهد قنا الأزهري، بالفعل تشهد إقبالا من جانب الناخبات، وبالتالي كان هناك حرص من جانب المرشحين الستة المتنافسين على حشد أكبر عدد ممكن من الناخبات للإدلاء بأصواتهن في هذه اللجنة. وكما ذكرت بالأمس، بالفعل هذه اللجنة عدد الناخبات المقيدات في الجداول الانتخابية بها، عفوا، في دائرة مركز بندر قنا 376 ألف ناخب وناخبة. عدد المقيدات في لجنة معهد قنا الأزهري النموذجي 11 ألف ناخبة. وبالفعل هناك حرص من جانب المرشحين على الدفع بالناخبات اللي تصويت في الانتخابات في الجولة الثانية. وأيضا هناك دعاية كانت أمام المقرات الانتخابية خارج المقرات الانتخابية، كانت هناك دعاية مخالفة لقواعد سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وخرق للصمت الانتخابي الذي ألزمت به اللجنة العليا للانتخابات المرشحين. كان هناك عدد من الشباب يجلسون وبحوزتهم أجهزة كمبيوتر محمول، ويحاولون إيهام الناخبات بأنهم يساعدونهن على التعرف على أسمائهن في القوائم الانتخابية، ولكن كان هناك محاولة للتأثير على إرادتهن الانتخابية وبإعطائهن ورقة بها أسماء ثلاثة مرشحين دون غيرهم. فهناك بالفعل كانت هناك خروقات مؤيدي المرشحين، وكانت الدعاية على أشدها أمام المقرات الانتخابية، وصور المرشحين كانت توزع على الناخبات أمام المقرات الانتخابية. أما بالنسبة لي لم يحدث الحمد لله أي خروقات أمنية، لم تحدث أي مشاحنات أو مشاجرات ما بين مؤيدي المرشحين. عملية التأمين خارج المقرات الانتخابية تولتها القوات المسلحة، وبالفعل كانت عملية التأمين على أعلى مستوى. أيضا الشرطة المدنية قامت بدورها في تأمين اللجان الفرعية داخل المقر الانتخابي. لم تحدث أي مشاجرات أو مشاحنات بين مؤيدي أو المرشحين بعضهم بعضا، وبالفعل هناك تنسيق ما بين المحافظ قنا وبين قوات المسلحة وبين الشيوخ القبائل وعواقل القنا، بأن يتم السيطرة على أتباع كل عائلة أو قبيلة بحيث يخرج المشهد الانتخابي في قنا في الجولة الثانية والأخيرة مشهد معبر عن أصالة الشعب في محافظة قنا. يعني قبل دقائق قليلة من فتح باب الاقتراع في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة، هل اكتملت كل الاستعدادات؟ تم وصول القضاء؟ نعم، القضاء لاحظنا نرمين في الجولة الأولى أن محافظة قنا لم يتأخر فيها أي قاضي عن الوصول إلى المقر الانتخابي بوقت كاف قبل بدء عملية التصويت، وهو في 9 صباحا. بالفعل هناك التزام من جانب القضاء ومن جانب الموظفين المعاونين لهم. بالفعل لم تتأخر لجنة في الجولة الأولى، وحتى في اليوم الأول من التصويت في الجولة الثانية لم يتأخر أي قاضي أو موظف عن فتح باب التصويت في 9 صباحا. أمس وصل جميع القضاة في هذه اللجنة، لجنة معهد قنا الأزهري النموذجي، وبها 5 لجان فرعية، وصلوا قبل 9 بنحو ربع ساعة. وبالفعل بدأت عملية التصويت في 9 صباحا، ونحن في انتظار وصول القضاة والموظفين المعاونين لهم إن شاء الله. شكرا جزيلا محمد أبو حمد من قنا. نرجع لحضرتك دكتورة أسماء الجيوشي، ما ذكره مراسلنا من وجود كتلة تصويتية عالية من النساء في قنا تحديدا بيأكد كلامنا عن أنه المرأة المصرية بالفعل بتتصدر المشهد الانتخابي على كافة المستويات، وحضرتك كنت بتقولي تقييمك للظاهرة دي، تفضلي. المشهد الإعلامي بيتصدره دائما الخطاب الإعلامي النفسي العاطفي الذي يسعى إلى الترهيب والتأكيد على الدور والتأكيد على الأهمية والوجود، ودائما المرأة ما تسعى إلى تأكيد وجودها ودورها من خلال
التواجد في المشاهد. بس ده برضو بينبع من إحساسها بواجبها ومسؤوليتها الوطنية أعتقد، مش بس الدور الإعلامي أو تأثيره عليها. إحنا الدور الوطني دائما بنعتبره أنه هو يعني سمة أساسية داخل الشخصية، بيتم تنميتها من داخل المؤسسات التعليمية من الصغر. لكن ترجمة الانتماء ده لابد أن يكون على أرض الواقع، هو موجود تأصيلا داخل كل مواطن ومواطنة. المواطنة أو السيدة بتحاول دايما أن هي تكون أكثر ترجمة على لهذا الواقع. صحيح. على في مرحلة صناديق الانتخاب والاقتراع. المرأة المصرية بتحاول دلوقتي أن هي تثبت أن هي جديرة بالتمكين السياسي من خلال الخطوة الأولى اللي هي صدارة المشهد التصويتي، حتى يمكن بعد ذلك أن يتم إدراج المرأة بشكل فاعل من خلال المناصب السيادية والقيادية السياسية داخل المجتمع المصري. لأن عندما يكون هناك درجة الإيمان العالية بوجودها كناخبة، وبالتالي سوف تدعم وجودها كمرشحة، ثم بعد ذلك التمكين السياسي في كل الأماكن المتواجدة فيه على مستوى الوطن. النقطة اللي أنا حابة أن أنا بقى زي ما إحنا كنا قلنا على السلبيات الكتيرة جدا للانتهاكات، تعالى ندي بقى من نوع كده من الروشتة الإعلامية لكيف يمكن أن يكون إعلام إيجابي ناجح في إدارة عملية. الأولى انتهت جولة الإعادة على وشك الانتهاء، وبالتالي إحنا اللي قدامنا مرحلة تانية لا تقل خطورة حقيقة يعني بالفعل. فإحنا محتاجين أن إحنا نتدارك ما حدث من خروقات إعلامية حتى لا يتم يعني إعادة المشهد مرة أخرى بكل هذه السلبية. طبعا تفضلي. الإعلام الناجح يدير عملية انتخابية من خلال أولا عرض كافة الحقائق والمعلومات للمواطن عن كل المرشحين على كافة انتمائهم واتجاهاتهم وتوجههم. اثنين، عملية دعم الانتماء وتأصيل الوعي السياسي بأن ليس فقط الصوت له أهمية، ولكن طريقة اختيار الصوت والقرار لكي يتم هذا الاختيار لابد أن يكون بعملية وعي كاملة من خلال لكي يكون الاختيار صحيحا حقيقة طبعا. يعني لا ليس فقط مجرد النزول أو عملية الخروج للتصويت. ثالثا، لابد من التأكيد على خطورة عملية إبطال الأصوات لأنها لا تقل بشاعة وجرم في حق الوطن من عدم من الإحجام عن عدم الإدلاء بالصوت. رابعا، لابد أن يكون هناك عملية متابعة وتكثيف إعلامي للانتهاكات الإعلامية خاصة في فترة الصمت الانتخابي أو ما تم من خلال الرشوة والفساد والمال السياسي الحرام الذي يتم إخضاع المواطن المصري البسيط والمحتاج من أجل أن يتم شراء أصواته، بحيث أن في بعض الأصوات اللي وصل ثمنها دلوقتي ل 150 جنيه وده يعتبر رقم بالنسبة للمواطن المصري طبعا. يهز مشاعره خاصة احنا نعلم مدى مستوى الفقر اللي أصبح فيه دلوقتي. خامسا، لابد من عملية التوعية الإعلامية بعرض كافة الآراء السياسية ليس فقط للمرشحين ولكن لأبرز قادة الرأي على المستوى السياسي، الصفوة والنخبة الأكاديمية والسياسية الحقيقية التي تستطيع أن تجعل المواطن بوصلة لاختيار المحاور والمرشحين الأكثر كفاءة. أخيرا، لابد من عملية ضبط النفس الإعلامي خاصة أننا شعب عاطفي بالدرجة الأولى، فلا يجب أن يكون الرأي هو المتصدر للمشهد الإعلامي، ولكن لابد أن يكون الحقيقة أو المعلومة أو الرقم الصحيح